قمت سلقتهم نص سلقة وهوريكم التفاصيل، وجيت هعملها الشغالة اهو، هسبكها معاكم. طبعا عملت 10 كيلو بس خلطت شوية في الخلاط اهو، وصفيت شوية واللي هحطهم في التسبيكة، وجيت على بنجراية كبيرة وبشرتها بالمبشرة عشان تبقى تحمر القطة كده زي ما انتوا شايفين كده، وهحط لكم التسبيكة دي تسبك عما اصفي الباقي واخلطهم. كمية الصلصة كلها، وشوف البنجر مخليها حمرا اوي، حط فيها معلقة ملح كبيرة واقلبها فيها، وهقفل عليها لحد ما تصفر، تاخد لها ربع ساعة كده تتسبك فيها. ودي التفل اللي طالع منها انا صفيته، ودي الكمية كلها، دي 10 كيلو، هنشوف هما يطلعوا قد ايه. الصلصة بعد ما خلصت وعبيت